اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من المطبخ. وصفاتنا جديده وحلوه وهتعجبكم ان شاء الله. قبل ما نبتدي اول وصفه عايزه اقول لكم ان انا مستنيه تواصلكم معنا على الارقام اللي هتظهر على الشاشه، مستنيه تليفوناتكم واسئلتكم. هنبتدي اول حاجه بطاجن فراخ بانواع جبنه كتير، يعني بكذا خليط كده جبنه. طعمه حلو جدا وسهل وهيعجبكم، بيعجب الولاد جدا. هقول اول حاجه المقادير بتاعته قبل ما ابتدي. هحتاج نص كيلو صدور فراخ مسلوقه وبقطعها كبير، يعني يا اما شرايط كبيره يا اما مكعبات كبيره، ما تبقاش صغيره. هستعمل بصله مفرومه، هستعمل 3 فصوص ثوم، حبتين فلفل رومي وقرن فلفل حراق، ولو ما بحبش الحراق زي ما اتفقنا هنلغيه. هستعمل نص معلقه صغيره خلطه بهارات الفراخ، وهقول لكم على الخلطه دي ان شاء الله النهارده، ونص معلقه صغيره كركم، معلقتين بقدونس كبار. هستعمل بقى للصوص اللي على الفراخ كوبايه لبن كبيره، نص كوبايه جبنه رومي مبشوره، وتلات ارباع كوبايه جبنه كريمي، اي جبنه كريمي او جبنه مثلثات لان دي فيها ملح مش مشكله، بس جبنه تبقى طريه عشان تديني صوص. جبنه كوبايات ممكن برده تعدي. تلات ارباع كوبايه موتزاريلا، بيضتين وبقسماط نص كوبايه. اوكي نبتدي اول حاجه ان انا عايزه اشوح البصل والثوم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي البصل والثوم والفلفل، نوعين الفلفل، هشوحهم على النار شويه صغيرين. احنا عايزين وصفات خفيفه وسريعه وتبقى حلوه ما تاخدش مننا وقت كتير. فايه عايزه وانا بعمل بشوح الفلفل اقول لكم على الخلطه بتاعه بهارات الفراخ، هتعجبكم جدا، بستعملها مع اي نوع فراخ. هي عباره عن الخلطه، طبعا زي ما قلنا احنا بنبقى طحنينهم كلهم وفي الاخر بنجمعهم على بعض. معلقه كبيره روزميري، ومعلقه كبيره اوريجانو، معلقه كبيره بابريكا، معلقه كبيره جنزبيل باودر، ومعلقه كبيره بردقوش، ومعلقه كبيره زعتر، ومعلقه صغيره فلفل اسود. دي خلطه بهارات، هي هتنزل لكم على الشاشه كمان، هينزلوها لكم. دي بستعملها مع الفراخ. انا هبتدي اقول لكم وصفات لخلطات بهارات كتير عشان رمضان بقى، كل سنه وانتم طيبين. بهارات للضاني، بهارات للحمة العادية، بهارات للشاورما لو عايزين، يعني خلطات كلها بتبقى حلوة، وتتبيلات نخليها عندنا بنستعملها مع أنواع اللحوم والفراخ والسمك. أوكي هبتدي بقى إيه بعد ما تري وريحتهم تطلع، هعمل الفراخ في نفس الوقت هجمع حاجة الصوص. هقلب الفراخ معاهم تقليبه على ما تتقلب كده وتسخن معاهم. هخلط الحاجات بتاعت الصوص، اللبن مع الجبنه الكريمي. انا البقسماط ما بحطوش على الوش، انا بخلطه برده مع الخلطه. نص كوبايه البقسماط اهي، وادي الجبنه الموتزاريلا، وادي جبنه رومي. عايزه احط تشيدر معاهم، ممكن احط مثلا ربع كوبايه تشيدر كمان. ادي بخلطهم، والبيضتين احط بقى معاهم البهارات. ادي الكركم، وادي بهارات الفراخ اللي قلنا عليها، وممكن احط بهارات عاديه لو عايزين اهي. ادي الخلطه دي كلها بخلطها على بعضها كده اهو، وبعدين اجي الفراخ عندي، هجيب الخلطه اللي انا خلطتها دي كلها واحطها عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما اقلبها معاها هبتدي بقى ادوق ملحها عشان اظبط الملح، لان الجبن دي كلها فيها ملح فمش عايزاها تطلع مالحه معايا. انا هقلبها كويس قوي وتسخن معايا، وبعد كده اهو قبل ما احطها في الطاجن هدوق ملحها، لو محتاجه ملح هحط عليها ملح، بس هي في الغالب ما بتبقاش محتاجه. الفراخ طبعا مسلوقه ما بتبقاش نيه. وبعدين اهو انا هدوق ملحها اشوف اخباره ايه. رشه بسيطه قوي، محتاجه رشه بسيطه. هحطها في طاجن وادخلها الفرن لغايه لما تسيح الجبن وتتحمر وشها شويه. استاذ عسكر عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مدام آيه؟ ازاي حضرتك؟ ازاي صحتك؟ الحمد لله. منوره الشاشه والله. بنورك الله يخليك. والله العظيم انت ما صدرين نقول. تسلم الله يخليك. الحياه دايما ما بتجيب لناش الا الناس ال 100 100. الله يخليك. الله يخليك. عينيا. والنبي ما تنسيش حاجات رمضان بقى كده علشان تاكل عم طيبه كده. وانت طيب. النصر عسكر وكريكه والناس بتروح النادي لها. عينيا عينيا. عينيا ليك. واحنا ان شاء الله كمان من بكره هبتدي معاكم بانواع كتير من المعجنات والسمبوكسات كل يوم، سمبوسك ومعجنات وحاجات كتير رمضان ان شاء الله باذن الله. ايام حلوه يا رب. امين امين علينا كلنا يا رب. امين. كده اهو انا خلصتها، هحطها ممكن ازود لها شويه ميه صغيرين لو عايز، لو عايزين، وممكن اسيبها كده اهو يعني، بس هي لو انا عايزاها جوسي شويه هزود لها شويه ميه صغننين. بتتقدم بقى مع مكرونه مسلوقه او مع رز. انا بالنسبه لي بقى بحب اكلها، فاكرين العيش اللي احنا عملناه التوست مع السيزر سالاد الاسبوع اللي فات اللي حمصناه بالثوم ده والروزماري، بيبقى تحفه معاه. هنروح دلوقتي الفاصل ونرجع لكم تاني بعد الفاصل، استنونا. جديد هنعمل دلوقتي سلطه الطبقات. سلطه حلوه قوي، طعمها حلو، وشكلها على السفره مش عايزه اقول لكم بيبقى شكلها تحفه. هنقول المقادير بتاعتنا. هستخدم فيها خصاية كابوتشا مفرومه، بقطعها طنشات رفيعه، وهستعمل علبه ذره اللي هي السويت كورن الذره الحلوه، هستعمل بتنجانيتين رومي متقطعين صوابع ومقليين، اختارهم كبار بس عشان الكميه تبقى حلوه. هستعمل بصلتين بيض، البصل الابيض اللي هو السويت بتاع السلطه، ما فيش عندي هستعمل اي بصل عادي مش مشكله. هستعمل ثلاث حبات طماطم، الطماطم هي الحاجه الوحيده اللي هعملها حلقات علشان انا عايزاها تبان معايا، هوريكم ازاي. وهستعمل ثلاث حبات خيار هقطعها مكعبات، وخمس بيضات مسلوقين جامد، كيسين من رقائق الذره اللي هي دي. ولو فضل معايا وقت النهارده هقول لكم برده ازاي تعملوها، لان انا عارفه ان اولاد الصغيرين بيحبوها كتير وبتبقى بره جاهزه فيها مواد حافظه كتير، فانا هقول لكم ازاي تعملوها في البيت ان شاء الله. وهستعمل بقى للديكوريشن جبنه مبشوره، طماطم، شيري، بقدونس، اي حاجه. الدريسنج هستعمل معلقتين خل بلسمي ومعلقه مستارده وثلاث معالق زيت زيتون. للوش بقى بتاعها هحط نص كوبايه مايونيز وكوبايتين زبادي، معلقتين سكر، ثلاث معالق خل تفاح وملح. خلاص هبتدي بقى اعمل السلطه بان انا هخلط، مش هخلط الحاجات كلها لا، انا هخلط الخس وهخلص الباذنجان والخيار والذره. مش عايزه اقول لكم بيبقى شكلها على السفره حلو قوي. احنا ممكن نخلي شويه ذره كمان عشان الديكوريشن. وايه دي؟ البصل. البصل الاحمر برده بيبقى حلو فيها، بس البصل ده الابيض اللي هو بيبقى مسكر شويه بيبقى طعمه خرافي فيها. وبقلبهم كويس، وبعدين هحط عليهم بقى اللي هو الدريسنج. انا عندي اتنين دريسنج هنا، واحد هحطه على الوش بتاعها وواحد هخلط الخضار دي بيه. اللي انا هخلطه بيه عباره عن زيت الزيتون والخل البلسمي والمسترد وطبعا شويه ملح. اوكي انا بخلطهم كلهم مع بعض وبقلبهم مع الخضار، وبعدين هبتدي ارصها. هقول لكم ازاي. هي طبعا معتمده على الرصه جامد علشان يطلع شكلها حلو كده اهو. خلاص انا بقلبها وباجي بقى احط اجي. انا هقدمها في الكاس ده، ممكن اقدمها في اي بولة عندي ازاز، يعني مش لازم كاس، ما عنديش كاس مش مشكلة، هنقدمها في بولة ازاز. بحط شوية خس الاول علشان اسند بيهم البيض. انا اهو سبت شوية عشان اوريكم البيض، بقطعه ترانشات رفيعة وبحطه داير ما يدور الطبق الازاز عشان يبقى باين لي من بره. واجي في النص، اجي في النص هروح حاطه مقدار من الخضار اللي انا خلطته كده اهو. احنا ممكن نبص على التليفون ادي
الخضار دي هحطها لغايه لما تغطي لي البيض. هو البيض باين من بره خلاص. خلاص هيجي اهو كده اهو. خلاص غطينا البيض. بقى انا عايزه يبان فوق البيض ايه؟ شويه خضار. بعدين هاجي للطماطم الترانشات دي بقى واحطها تبقى واضحه قوي انها حمراء من بره كده اهو. هرصها تبان كويس من بره. معانا محمود. محمود الو. الو ايوه انا محمود. اهلا يا محمود، ازيك؟ تمام الحمد لله. حضرتك بس عايز اسال عن حاجه في اللانشون، اذا كان صحيه او غير صحيه يعني. إيه اللانشون؟ هقول لك تستعمل لانشون ايه. عينيا. اذا كانت نيه من غير ما تتحمر صحيه ولا غير صحيه؟ بص يا بابا، اللانشون المفروم مفيش داعي منه يعني. دايما لما تيجي تشتري اي حاجه فيها لحوم مصنعه حاول انها تكون قطعه واحده، يعني اللانشون يبقى ترانشاي على بعضها، تحس ان هي حته واحده متقطعه زي اللي هو صدر الرومي او صدر الفراخ. بس المفروم ده ملوش لازمه طبعا، غير صحي على الاطلاق. كده اهو ادي الطماطم. هاجي بقى هحط رقائق الذره دي. معانا جيجي. الو. الو. ايوه ايوه حبيبتي. انا عايزه اسال برضو على اللانشون نفسه، يعني انا اعمله ازاي بتاع الفراخ؟ اوكي هقول لك على طريقه. عينيا. ازاي نجفف المشمش؟ ازاي نجفف المشمش؟ اوكي هقول لك ازاي نجفف المشمش، وهقول لك ان شاء الله اللانشون الفراخ ان شاء الله يبقى الحلقه فيها وقت وايه نعرف نقول كل حاجه. ادي انا هسيب شويه بس عشان اعمل الديكوريشن بيهم. خلاص هقول لكم بقى هنعمل ايه. انا دلوقتي هرص طبقه تانية من البيض. الكاميرا بس لو تقرب قبل ما اطلع بريك، وهكملها في البريك كده اهو. هرص طبقه تانية من البيض وهحط في وسطهم بقيه الخضار بتاع السلطه، وعلى الوش هحط الدريسنج اللي احنا عاملينه. هنروح لبريك ونرجع لكم بعد البريك تاني، استنونا. رجعنا لكم من جديد. دي السلطه بتاعتنا بعد ما خلصت. شوفوا اللايرز بتاعتها والطبقات. شكل البيض اللي هيجي لكم دلوقتي في الكاميرا شكله حلو قوي وطعمها مش عايزه اقول لكم خرافي. هنجربها وهتلاقوها على السفره حاجه حلوه عامله زي الفروت سلطه كده، مش باين ان هي سلطه. هنعمل دلوقتي كيكه حلوه قوي وسهله ومكوناتها موجوده في كل بيت. هي كيكه النسكافيه وهنعمل معاها صوص تحفه. هقول لكم المقادير بتاعت الكيكه نفسها. اول حاجه هستعمل كوبايتين دقيق، أربع بيضات، كوباية ونص سكر، نص كوباية لبن، نص كوباية زيت، أربع معالق بودرة نسكافيه. الباودر نفسها مش بدوبها. المعالق النسكافيه يكونوا معالق كبيرة، أربع معالق كبيرة. معلقة بيكنج باودر، وهستعمل كيسين فانيليا. دي مقادير الكيكة نفسها. هاجي بقى لمقادير الصوص اللي أنا هحطه على وش الكيكة. 125 جرام زبدة، معلقتين كبار نسكافيه، ومعلقة كاكاو خام كبيرة، تلات اربع كوبايه سكر، معلقتين لبن بودره اللي هو الباودر نفسها، وتلتين كوبايه لبن. لو انا حسيت ان هو تخين وعايزه اخففه ممكن اخليها كوبايه لبن كامله. اول حاجه هضرب المكونات بتاعت الكيكه كلها على بعضها وهحطها في الخلاط تتعجن. الكيكه دي بتبقى حلوه خصوصا بقى الناس اللي بتحب القهوه بتبقى فظيعه معاهم كده اهو. ادي البيض، هنحط معاه ادي الزيت وادي اللبن. هي ميزتها انها كلها بتتحط على بعضها مش حاجه قبل حاجه. وادي السكر، نسكافيه زي ما قلنا اربع معالق كبيره نسكافيه سواء الفاتح او الغامق اي. ولو انا عايزه اعملها بالاسبريسو ممكن استعمل بقى ايه معلقتين مش اربعه. خلاص هديها ضربه قبل ما احط الدقيق كده اهو. يبقى انا حطيت المكونات كلها مع بعضها وهديها ضربه واحده. بعد كده هحط الدقيق، هحط كله برده مره واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. كله مره واحده واضربه ضربه. هكون طبعا دهنه قالب وهحطها في الفرن على 180. مش هتاخد كتير، بتاخد 35 40 دقيقه، بتاخدش كتير. بس طبعا دي حسب الفرن بتاعك يعني، في افران بتاخد وقت اكتر
بس هي بصفه عامه ما بتاخدش وقت كتير. يبقى انا كده ضربت حاجه الكيكه، هاجي بقى لحاجه الصوص، برضو هضربهم كلهم مع بعض في الخلاط كده اهو. اهو وهاجي اروح حطاهم. انا مستعمله القالب سيليكون، فطبعا زي ما اتعودنا لازم احط تحتيه صينيه علشان يكون ثابت معايا. وهحط اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، هحط كل المقدار في القالب وبدخله الفرن. قول زي ما قلنا 180، هياخد لي حوالي نص ساعة لغاية ساعة الا تلت ان شاء الله علشان يستوي. خلاص هاجي بقى اضرب كل حاجة الصوص مع بعضها. ادي الزبدة وادي النسكافيه، معلقتين النسكافيه. بقى انا هحط النسكافيه في الكيكة وفي الصوص. هحط المقادير كلها وادي اللبن والسكر والكاكاو الخام، هضربهم لغايه لما يمتزجوا مع بعض. ممكن احطهم على الكيكه زي ما هما، وممكن وده الاحلى ان انا اغليهم غلوه على النار قبل ما احطهم على الكيكه. احنا هنطلع لفاصل على ما نضربهم ونرجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا. بعد ما خلصت معايا وانا عملت لها صوص زي ما قلت لكم، بحطه على النار غلوه، الصوص خفيف معايا، هحط له معلقه كورن فلاور، لقيته تقيل معايا هزوده شويه لبن. بسم الله الرحمن الرحيم، وبحط كده عليها الصوص. مش عايزه اقول لكم بقى طعمه ايه، انا بحطها وهو سخن عشان هي بارده معايا. خلاص، وبعد كده بزوقها بالشوكولاته المبشوره لو انا عايزه، وبالنسكافيه. ام حسام، ام حسام، ام حسام، مقاديرها مع حضرتك. حضرتك بتقولي المقادير بسرعه قوي فما بلحقش اكتب ولا اكله. عايزه مقادير ايه بالظبط؟ الوجبتين اللي قاعده فاضيه عشان اتابع حضرتك ومن حضرتك يعني ممكن. عينيا، هقولهم لك تاني. عينيا حبيبتي، يعني لا حضرتك وانت بتقولي المقادير يبقوا ليها بالراحه شويه، وبعدين تبقى برضو المقادير تبقى تفضل على الشاشه اكتر. يعني يعني حضرتك ايه المقادير بالراحه شويه، وبعدين في الاخر برضو المقادير تنزل على جنب وانا بشتغل مره ثانيه للي ناقص حاجه يتكلم. خلاص، عينيا عينيا يعني اكلات الجميله مش عايزاها تفوتنا يعني. تسلمي لي يا حبيبتي. انت عايزه الكيكه وعايزه ايه تاني؟ الاكله برضو الاولانيه، الاولانيه الفراخ، طاجن الدجاج. عينيا، اوكي حبيبتي، عينيا. هقول لك مقادير الكيكه تاني. ننزلها بقى محمد معانا برضو على الشاشه. دي الكيكه بعد ما حطيت لها الصوص وحطيت عليها شويه مكسرات، بيبقى طعمها حلو قوي لو جربتوها. مقادير الكيكه: كوبايتين دقيق، اوكي، كوبايتين دقيق مع اربع بيضات، كوبايه ونص سكر. اجي لك كده اهو عشان ننزل لك المقادير كمان على الشاشه. يبقى كوبايتين دقيق، بحط معاهم اربع بيضات، بحط كوبايه ونص سكر، نص كوبايه لبن، ونص كوبايه زيت، اربع معالق كبيره بودره نسكافيه او اي قهوه جاهزه عندك، لو اسبريسو هتستعملي معلقتين بس، معلقه كبيره بيكنج باودر، وكيسين فانيليا. يبقى كوبايتين دقيق، اربع بيضات، كوبايه ونص سكر، نص كوبايه لبن، نص كوبايه زيت، اربع معالق بودره نسكافيه، معلقه بيكنج باودر، وكيسين فانيليا. الصوص اللي انا حطيته عليها عباره عن 125 جرام زبده، معلقتين نسكافيه، معلقه كاكاو خام كبار طبعا، ثلاث ارباع كوبايه سكر، معلقتين لبن بودره، وتلتين كوبايه لبن. لو انا حسيت ان الصوص خفيف معايا ممكن احط له معلقه كورن فلاور، ولو حسيت ان الصوص تخين معايا ممكن ازوده شويه لبن. يعني ده بيرجع للذوق الشخصي، انت تحبيه الصوص خفيف ولا تخين. اوكي، طاجن الفراخ بقى هعيده معاكي. انا استعملت فيه نص كيلو صدور فراخ متقطعه كبير ومسلوقه، استعملت بصله مفرومه، ثلاث فصوص ثوم، وحبتين فلفل رومي، وقرن فلفل حراق. شوحت البصل والثوم والفلفل النوعين مع بعض، وبعد كده حطيت لهم الفراخ، وحطيت عليهم بهارات الفراخ، وحطيت عليهم كركم، وحطيتهم كلهم على بعض على النار. عملت الصوص لوحده باني خلطت كوبايه لبن ونص كوبايه جبنه رومي مبشوره مع ثلاث ارباع كوبايه جبنه كريمي او جبنه كوبايات او جبنه مثلثات، اي جبنه هنا هتنفع معاكي، ثلاث ارباع كوبايه موتزاريلا،
مع بيضتين ونص كوبايه بقسماط، بخلطهم كلهم مع بعض بحطهم على الفراخ اقلبه. لو انا عايزاها طريه شويه ممكن ازود لها شويه ميه وبعدين احطها في الفرن لغايه ما تسيح الجبنه. عايزه اقول لكم بقى طريقه الدوريتوس علشان الولاد كلهم بيحبوه وبنشتريه جاهز، اللي هي رقائق ذره. كوبايه دقيق ابيض ونص كوبايه دقيق ذره اصفر. دقيق الذره لو في شوايب او خشن قوي انخليه، يبقى كوبايه دقيق ابيض مع نص كوبايه دقيق ذره اصفر، معلقتين كبار زيت، معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره سكر، نص معلقه كمون صغيره، ونص معلقه صغيره كركم، ونص معلقه صغيره شطه. خلي بقى المقادير معانا على الشاشه وانا بشرح الوصفه بتتعمل ازاي. بعجنهم كلهم مع بعض، كوبايه الدقيق مع الدقيق الذره الاصفر مع المعلقتين الزيت ومعلقه صغيره ملح ومعلقه صغيره سكر ونص معلقه كمون ونص معلقه كركم ونص معلقه شطه. بعجنهم مع بعض بيتكون لي عجينه ناشفه، لازم العجينه تكون ناشفه. بقطعها حوالي بتعملي 15 كوره واسيبها نص ساعه ترتاح. خلاص، بعدين زي ما عملنا التورتيلا على طاسه تيفال او طاسه حديد، باجي افرد الكوره دي لرغيف رفيع قوي، رفعيه قد ما تقدري وبعدين اعمليه على النار من ناحيتين. بعد ما تعمليه على النار مش لازم يتحمر، هو مجرد يمسك نفسه، بقطعه مثلثات زي اللي انا بشوفها في الاكياس، وبقليه قليه واحده في الزيت، ما بياخدش دقيقه، مجرد اسقطه في زيت حامي وهيبقى معاكي احلى رقائق ذره. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، ان شاء الله هشوفكم بكره على خير، استنوني.